أحسن الله إليكم. السائل بدر الدين من سوريا يقول: فضيلة الشيخ، لدي أخت تكبرني بعام وأربعة أشهر تقريبا وهي لا ترتدي الحجاب، فما مدى مسؤوليتي عنها يوم القيامة، علما بأنني نصحتها كثيرا وكذلك والدي قام بنصحها فلم تستجب، وأنا خائف أن نعذب بسببها يوم القيامة، فما الذي علينا أن نفعله تجاه هذه الأخت؟ الواجب عليكم إلزام هذه المرأة بالحجاب، لأن لكم الولاية عليها. قال الله سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فلكم الولاية عليها، يجب عليكم إلزامها بالحجاب، وإذا أبت فلكم فإنه يجب عليكم أن تعزروها وتؤدبوها ولو بالضرب حتى تقبل هذا الحكم الشرعي، تمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم.